في اوبن لوب، يعني انا بقول لك في هذه المحاضره دكتور هنسميها ممكن حضرتك تسجل بس؟ حاضر. تمام يا لا دكتور، التسجيل حضرتك تسجل. شغال، التسجيل شغال. طيب وبالتالي كلوز لوب ترانسفير فانكشن هي جي على 1 زائد جي. جميل، عشان اعرف اذا كانت ستيبل ولا لا نشوف البولز بتاعت هذه الاوبن لوب، يعني قيم اس اللي تخلي المقام بيساوي صفر. لو كان الجزء الحقيقي اللي فيها موجب بقت انستيبل، لو كان سالب تبقى ستيبل زي الفل. بس الاول لازم نجيب هذه النقط وبعد كده نشوف اذا كان موجب ولا سالب. يعني بدور على قيمه اس اللي تخلي 1 زائد جي اللي هو المقام اللي هنا ده اللي انا سميته اف صفر. ف المتغير المستقل برسمه في منطقة معينة اللي هي ديت، لأنه التغير المستقل كومبلكس، له جزء حقيقي وله جزء تخيلي، محورين، وكل قيمة من قيم S في قيمة مناظرة من قيمة F of S. يعني S واحد اللي هي هنا دي ليها قيمة مناظرة برضه، ليها جزء حقيقي وليها جزء تخيلي. فده الدالة اللي بتربط ما بين F of S و S يعني بتترسم بالطريقة دي. ويهمني كام نقطة، نوعين من النقط تحديدا. النوع الاولاني بنسميه كلوزد لوب بول، يعني قيمه الاس تخلي اف اوف اس بتساوي صفر. القيمه دي قيمه اس اللي تخلي اف اوف اس بتساوي صفر يهمني اعرفها، وده الهدف بتاعي. ولما اعرفها عايز اعرفها ليه؟ عايز اشوف الجزء الحقيقي اللي فيها اللي هو ده، الجزء الحقيقي اللي فيها موجب ولا سالب. سالب زي الفل، موجب يبقى عندي ابقى انستيبل. فديت يعني انا ببص على الاس دومين في الحقيقه، بس يعني هي مش اي قيمه الاس اللي بدور عليها، بدور على قيمه اس اللي تخلي اف اوف اس بصفر. في نوع تاني برضو من النقط يهمني جدا اللي هي النقطه الزرقاء دي، بنسميها الاوبن لوب بول، اللي هي قيمه اس اللي تخلي الاوبن لوب اللي هي جي، جي بقى مش كلوز لوب بما لا نهايه. فطبعا لما اجيب بلا نهايه يبقى 1 زائد بلا نهايه بلا نهايه برضه، فهتبقى الاف هنا بلا نهايه. النوعين دول من النقط هم اللي يهموني. كويس، يهمني اعرف قيم اس اللي تخلي كلوز لوب بصفر، وقيم اس اللي تخلي الاوبن لوب بصفر. نظريه نايكوست بتقول لي ايه؟ النظريه دي معادله بسيطه قوي، انا مش حاططها في الورقه اللي معاك لانها ما تستاهلش. يعني بيقول لي ان بتساوي ان سي ماينس ان او، بس مفيش يعني مش حاجه معقده ولا حاجه. يعني حاسه بقى ان سي اللي هي بالاحمر دي، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، ان سي اللي هي بالاحمر هي عدد الاوبن لوب بولز اللي موجوده داخل مسار مقفول انا اللي بختاره. هعمل مسار مقفول كده اهو، اخلي قيم اس تتغير على هذا المسار المقفول. كويس، فقيم اف اوف اس المناظره هتتغير على مسار مقفول برضو. فالمسار المقفول ده جواه عدد من الاوبن لوب والكلوزد لوب بولز. في كام كلوزد لوب بول اللي هم الاحمر؟ 3، يعني ان سي ب3. في كام اوبن لوب بول اللي هو بالازرق؟ 1، يبقى ان او ب1. خلي بالك ممكن يكون عندي بولز تانيه خارج المسار المقفول، ما بتخشش معايا في النظريه بتاعت نايكوست. اما ان بقى فعدد المرات اللي فيها المسار ده بيلف حوالين نقطه الاصل. ادي هو هنا زي ما شايف لف مرتين حوالين نقطه الاصل، يبقى ان ب2 وان سي ب3 وان او ب1. يعني النظريه ماشيه، طبعا هي نظريه يعني مظبوطه، يعني تم اثباتها يعني من زمان يعني. طيب استخدمها ازاي بقى النظريه دي؟ بعمل المسار بتاعي يشمل كل النص اليمين من الـ من الـ الـ الاس دومين. يعني ايه؟ ماشي كده اهو على المحور الايماجينري، وبعد كده نص قطر ما لا نهايه يلف تاني، ده بقى مسار مقفول. المسار المقفول ده لو في جواه اي بول هيبقى الجزء الحقيقي اللي فيه موجب، فده يهمني قوي اعرف فيه كام بول في هذا المسار المقفول، اللي هي يعني ايه؟ في كل المنطقه اللي على اليمين، يعني كل المنطقه اللي على اليمين حاسس، لان نص القطر ده بيروح لما لا نهايه.
وبعد كده برسم الداله جي المناسبه. خلي بالك انا بقول لك الداله جي مش اف، يعني اف كانت 1 زائد جي، بس احنا متعودين نشيل الواحد ده ونرسم جي، يعني كاننا رحلنا المحاور. نقطه الاصل بقى اللي كانت بتاعت اف هتبقى عند النقطه ناقص 1 وصفر، او قبل كده كانت صفر وصفر يعني، فلما رحلنا المحاور بقت ناقص 1 وصفر. فاحنا بنبقى عايزين نعرف الجي ده بيلف حوالين النقطة ناقص 1 وصفر كم مرة، ونروح مطبقين نظرية نايكوست. لاحظ ان اللي بقول لك ده عبارة عن البولار بلوت بتاع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. البولار بلوت ده خدناه قبل كده وتعلمنا بيترسم ازاي، ممكن نرسمه على ايدنا، ممكن نطلب من اي برنامج ان نرسمه عادي يعني، ما دي حاجات يعني. هو السلايد ده ملوش لازمه قوي. ده انا بدي لك هنا اوبن لوب ترانسفير فانكشن 6 اس زائد 20 على اس ناقص 2 في اس زائد 4. دي الاوبن لوب، خلي بالك مش كلوز. دكتور ايوه بالنسبه للان او والان سي، الان سي اللي هي كي ام اس اللي تخلي المقام بصفر، تمام؟ الان او بقى اللي هي الزرقاء دي اللي هي ايه، معلش؟ تخلي المقام بتاع الاوبن لوب بصفر، تخلي المقام بتاع الاوبن لوب بصفر، بينما ان سي تخلي المقام بتاع الكلوزد لوب هو اللي بصفر. ده الفرق بينهم. طب يعني بس بص معايا هنا في جي اوف اس دي، ايه الحاجات اللي تخلي جي اوف اس بما لا نهايه، يعني المقام بتاعها بصفر؟ يا اما اس بتساوي 2، مظبوط معايا؟ رد عليا يا ابني. تمام، 2 × 3 × 4. تمام ماشي، اس بتساوي 2 يعني موجب، دي مصيبه دي. اس بتساوي ناقص 4 سالب، مش مهم. فساعتها هقول لك ايه، انا عندي واحد اوبن لوب بول بيخوف اللي هو اس بيساوي 2. يعني لما بص ده مجرد نظر كده هقول لك ان هو بيساوي 1، ده مجرد نظر، مش عايز معادلات ولا حلول ولا اي حاجه من دي، مجرد النظر. كويس تمام، ده الاوبن لوب. طيب هاجي بقى على اي برنامج، ماتلاب ولا سايلاب ولا في 100 نوع من البرامج، في ماسكاد وفي، واروح قايل له ايه، ارسم لي البولار بلوت بتاع الترانسفير فانكشن دي. فبيقول له ارسمها، ادي انا بستخدم برنامج سايلاب، قلت له اديته ترانسفير فانكشن اي جي بتساوي بص 6 اس زائد 20 اللي هو البسط اهو، على افتح قوس اس ماينس 2 في اس زائد 4، مجرد اديته جي يعني مش اكتر من كده. وبعدين قلت له نايكوست وانتر، راح رسم لي الرسمه دي، بيرسم لي البولار بلوت بتاعها اللي احنا برضو ممكن نرسمه احنا يعني بايدنا يعني، بس هياخد وقت لان هتبقى نقطه نقطه بقى تقعد تغير في اس وبتاع، شغلانه هتاخد وقت يعني. فهو بيعملها في ثانيه، نايكوست وانتر، راح رسم لي المنظر ده وحاطط لي اسهم برضو. خلي بالك يعني هقول لك ليه، دي اللي بالاحمر ده هي النقطه ناقص 1 و0، ان انا عايز اعرف اذا كان البلوت بتاعي بيلف حواليها ولا لا. بس خلي بالك ان اللي عدد المرات اللي بيلف فيها موجبه لو كان بيلف كلوك وايز، وسالبه لو كان بيلف انتي كلوك وايز. فمن الرسمه ديت بمجرد النظر من غير ما نعمل حسابات ولا معادلات ولا اي حاجه، بمجرد نظر في خلال 5 ثواني، ان بتساوي كام؟ حسام حسن، مفيش غيرك بقى قدامي النهارده، ان بتساوي كام؟ سالب 1 يا دكتور. مظبوط. ساعتها بقى بروح للمعادله بتاعت نايكوست واقول ان دي بناقص 1 وان نوت ب1، يبقى ناقص 1 بيساوي 0 ناقص 1، مش قصدي ان سي ناقص 1، يبقى ان سي بكام؟ اذا ان سي بيساوي 0، يبقى السيستم ستيبل، ما عنديش اي بول في المنطقه الوحشه، المنطقه اللي هي ايه، الجزء الحقيقي موجب. ممكن يكون عندي بولز في حته في الجزء الحقيقي سالب، ما عنديش مشكله خالص في ده. هل مفهوم يعني اثبات، يعني عايز اقول استخدام نايكوست ما بياخدش ثواني. وانا جبت مساله في الكويز السنه اللي فاتت وكان عليها نص درجة يعني، معلش، لأنها المفروض بالنظر، المفروض تجاوب بالنظر يعني، مش المفروض هتفكر يعني. هوريك المسألة بعد شوية. ده اكزامبل تاني.
ادي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. حد يقول لي فين البولز اللي في الجزء اليمين اللي هي فيها الجزء الحقيقي موجب؟ البولز اللي عندي اللي قدامي ناقص واحد وناقص ثلاثة، اس بيساوي ناقص واحد واس بيساوي ناقص ثلاثة، هما الاثنين سلبيين، يبقى عدد البولز اللي في المنطقة الوحشة يعني صفر. هو في اتنين بولز طبعا بس عددهم صفر، ان او بصفر. طيب وده بقى رحت كاتب الترانسفير فانكشن اهي، كتبتها اهو هنا اهو، وقلت له نايكوست تو انتر، راح رسم لي الرسمه دي بالاسهم بتاعتنا. حد يقول لي ان اللي هي عدد المرات اللي لفينا فيها حوالين النقطه الخطيره ناقص واحد وصفر كام؟ برضه دي بتيجي بمجرد النظر، محتاج اتنين مش كده؟ يبقى نعوض بقى، عندي اتنين بيساوي ما نعرفش ناقص صفر، يبقى ما نعرفش بقى عارفين ان سي بقت اتنين. ده انا مش عندي بول واحد، ده انا عندي اتنين بولز مصيبه، يبقى ده انستيبل يعني مجوز يعني. بس مساله بسيطه خالص. معلش يا دكتور، هو ايه ايوه الفرق ما بين الاوبن لوب والكلوزد لوب؟ صفحة خالص جي اوف اس ديت سيستم، اعمل له اوتوماتيك كنترول ازاي؟ ان اعمل له فيدباك وكومباراتور وبعد كده داخل هنا. فالاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هو السيستم لوحده، الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بعد ما عملت له فيدباك. فاذا كانت الاوبن لوب جي يبقى الكلوز لوب جي على واحد زائد جي، ده الفرق بين الاثنين. اوكي يا دكتور، تمام. قبل ما اخش على الجزء اللي بعده لازم اتاكد ان الجزء ده يعني مستوعب، يعني هو ما فيهوش حاجه على فكره، بسيط خالص، بس يعني ايه نبقى فاهمينه. يعني الحاجه اللي عايزين نعرفها الكيرف بتاعنا بيلف كم مره حوالين نقطه ناقص واحد وصفر، ده اهم حاجه. طب يا دكتور، هي المساله بتيجي مرسومه كده ولا احنا بنرسمها وبعد كده بنشتغل عليها النيكوست؟ طيب ماشي حاضر، هخرج هي مؤقتا وتجيب لك المسألة اللي كان عليها نص درجة بس. اهي المسألة اهي اللي تحت الخط الاسود ده، شايف الخط الاسود ده؟ وقال لك شايف. ادي النايكوست وادي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن وقول اذا كان ستيبل ولا لا. اذا خدت فيها اكتر من 10 ثواني تبقى انت بقى عندك مشكلة. هو البولز بتاعي، البولز بتاعت الاوبن اللي فيها مشكلة هو واحد بس، اس واحد بيساوي بس اللي هو اس بتساوي سالب اتنين تقريبا. لا اس لا سالب اتنين ده ما فيهوش مشكلة خالص عشان هو سالب، انا اللي يهمني الموجب، اس بيساوي اربعة هو اللي فيه مشكلة. كويس، فعندي واحد عامل لي مشكلة لو بتاع اس بيساوي اربعة. جميل، يبقى الان اوبن بواحد. طب والان كلوز، والقصدي والان بقى عدد المرات اللي لفينا فيها حوالين النقطة الخطيرة دي كم مرة؟ اللي هو حوالين النقطة صفر وواحد يا دكتور ولا لا صفر؟ ناقص واحد وصفر. ناقص واحد وصفر، هي يعني مش واضحة هنا يا دكتور، بس تقريبا ازاي مرة مش واحدة. واضحة؟ اهي النقطة اهي ناقص واحد، انا يعني مثبت عليها يعني عشان تبقى باينة، يعني ادي ناقص واحد وادي الصفر. كويس؟ ولا مرة يا دكتور، لفينا ولا مرة بس، يبقى زيرو بيساوي ما نعرفش ناقص واحد، يبقى ما نعرفش بقى بكام؟ واحد. زيرو. زيرو بيساوي ما نعرفش ناقص واحد، يبقى ما نعرفش بقى بكام؟ بواحد. خلاص، يبقى انا طالما عندي بول ان شاء الله حتى واحد بس في المنطقه الخطره يبقى السيستم ده انستيبل، الاجابه انستيبل. يعني معلش يعني دي حاجه انت المفروض في ثواني، يعني مش محتاجه دقيقه حتى بالنظر كده. عندي واحد في الـ في الـ في الاوبن لوب وعندي ولا مره لفيت حوالين نقطه الاصل، يبقى زيرو بيساوي ان سي ناقص واحد، يبقى ان سي بتساوي واحد بس. خلاص، ان سي بيساوي واحد ده يبقى انستيبل. طب يا دكتور، في حاجة تانية، هو ليه أنا ليه البول اللي هو بتاع سالب واحد ده اس ماينس ماينس فور ده هو اللي فيه مشكلة؟ ليه ما يبقاش اللي هو اس زائد اتنين ده؟ هنرجع تاني بقى للايه، للباوربوينت.
هو احنا اصلا بنرسم نايكوست بلوت، يعني ايه؟ بغير قيمة اس في الاس دومين بالطريقة دي، ببتدي من ناقص ما لا نهاية وريال صفر لغاية زائد ما لا نهاية وريال صفر، وبعدين اكمل بريديس قدره ما لا نهاية، يعمل لي مسار مغلق. هذا المسار المغلق بيحوي بداخله اي بولز فيها جزء حقيقي موجب. البولز التانية اللي فيها جزء حقيقي سالب مش جوه المسار، ما يهمنيش امرها، مش هتأثر على النتيجة. الحاجة الوحيدة اللي هتأثر على النتيجة البولز الموجودة داخل هذا المسار المغلق، اللي هي البولز اللي تهمني. كويس؟ وبرسم بقى جي اوف اس المناظر واشوف لف كم مرة حوالين النقطة ناقص واحد وصفر. ف من بمقارنة الاثنين دول ببعض بطلع على طول عدد النقط الحمراء قد ايه. لو كان ما فيش ولا نقطة حمراء يبقى السيستم ستيبل، لو كان في واحدة او اكتر يبقى السيستم ان ستيبل. ده طيب. طب انا بترجمها ازاي على الـ على الـ على المحور الثاني ده اللي هو بتاع جي في جي اوميجا ده يا دكتور؟ يعني انا ازاي بسحبها من هنا لهنا؟ ازاي بحولها من الاس دومين للجي اوميجا للجي اوميجا دومين يا جميل دكتور؟ جميل جميل، ده سؤال كويس. اللي انا برسمه على جي جي اوميجا ده دومين، ده اسمه البولار بلوت بتاع ترانسفير فانكشن، بتاع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. البولار بلوت ده خدناه في المحاضره اللي فاتت، هو والبوت بلوت وكده، ازاي بنرسم اي حاجه. بقعد اغير برسمه ازاي؟ بقعد اغير قيمه اس من ناقص، يعني من جي ناقص ما لا نهايه الى جي زائد ما لا نهايه. كويس؟ وعند كل نقطه بحسب الجي او جي اوميجا المناظره وارسم الكيرف. طب معلش يا دكتور، وانت البولر بلوت المحاضره اللي فاتت فوتته. فوتته. طيب ماشي، ما انا بقوله لك اهو، يعني مساله بمنتهى البساطه. هات اي ترانسفير فانكشن جي اوف جي اوميجا، نختار اللي كانت عندنا دي اللي هي مين فيهم. ايوه اهي، 6 اس زائد 20 على اس ماينس 2 في اس زائد 4، دي الاوبن لوب، خلي بالك. كويس؟ كويس. بعوض عن اس بتساوي جي اوميجا اول حاجه. تاني حاجه باخد بغير اوميجا من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه. كويس؟ وارسم الكيرف اللي هيطلع. طبعا مش لازم ما لا نهايه، يعني مثلا من ناقص 1000 ولا من ناقص 100 ولا اي حاجه، واقعد اغير كده كبير. وعند تمام. كل اوميجا منهم، عند كل اوميجا منهم عندي قيمه الجي، بس قيمه كومبلكس اللي هي جزء حقيقي وجزء تخيلي، فتبقى نقطه على الخريطه. واكمل بقى النقط كلها واوصلها ببعض تديني الكيرف. دي عمليه انا كنت بعملها وانا طالب، ما كانش في كمبيوتر ساعتها، كانت بتاخد مني وقت كبير. دلوقتي لما عندي لو عندنا برنامج زي ماتلاب او كده بكتب نايكويست، بس طبعا بكتب الترانسفير فانكشن نفسها، بدخل له الترانسفير فانكشن وبعد كده اقول له نايكويست وانتر وخلاص، مش محتاج اعمل حاجه، يروح مطلع لي. هو بقى بيقعد يعوض ب 1000 نقطه ولا ب 100 نقطه ولا ايا كان العدد، ويروح راسم لي الكيرف ده على طول. لكن ممكن نعملها على ايدنا طبعا، زي ما طول عمرنا كنا بنعمل واحنا صغيرين، يعني معلش يعني انتوا متدلعين. معلش بس دلوقتي يا دكتور في كمبيوتر، فهو يعملها بقى يا دكتور، وبعدين الامتحان ساعتين يعني يا دكتور. وانا ما اقولكش حاجه، انا دايما هسال السؤال بطريقه يخليك إيه تقدر تجاوب في وقت قصير، زي السؤال اللي اديته لك. انا دخلتها على الكمبيوتر وطلعت الرسمه وحطيت لك الرسمه قدامك، دي كانت مساله في امتحان يعني، مش بس كانت عليها نص درجه يعني، ليه اللي زي ما قلت لك هي المفروض تتحل في 10 ثواني، دقيقه بالكتير، مش محتاج اكتر من كده. وقلت لك هتتحل ازاي، اخرج بره تاني واوري لك المساله. اهي المساله، اديتك الرسمه واديتك الترانسفير فانكشن، المفروض انت على طول الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي ديت، فين البولز الموجبه بتاعتها؟ اهو اس ناقص 4 دي، يعني اس بتساوي 4 واحد، لف كم مره؟ زيرو. خلاص يبقى البولز الكلوز لوب بول بواحد، زيرو بيساوي ان سي اللي انا بدور عليه ناقص واحد، يبقى ان سي بيساوي كام؟ واحد.
واحد. خلاص ما دام هو مش صفر يعني يبقى ايه انستيبل. حاجه المفروض واحد يعني يجاوب عليها في اقل من دقيقه يعني. طبعا ممكن افكر في طريقه تانية عشان اسال بيها، بس يعني دائما وابدا هفكر بطريقه انها تبقى سريعه بالنسبه لك. مش معقول هقول لك ترسم بولا بلوت تقعد فيه ساعه، يبقى كده مش هينفع. اوكي هشوف طريقه دايما يعني. دي الطريقه اللي جت فكرتها دلوقتي، بس المهم انك تبقى فاهم القصه يعني. هشوف طريقه تانية للسؤال المره الجايه، ما يجراش حاجه. تعال بقى نكمل بقى، دي الحته دي مهمه جدا. هي دي الميزه بتاعت نايكوست. مش هنعرف انه انه ستيبل ولا لا. طب ما راوس بيقول لي، وبيقول لي بسرعه على فكره، لكن ده بيقول لي حاجه احسن من كده، بيديني حاجه اسمها ستابيليتي مارجن. دي بقى اللي ممكن اسال فيها. كويس، بص معايا، ده البولر بلوت بتاع جي مقسوم على الجين كي. جي مقسوم على الجين كي، كويس. بنعمل كده ليه؟ عشان ببقى مثلا عندي جين عايز اظبطه، ازوده، انقصه، عايز اشوف اعمل له ايه علشان يبقى السيستم بتاعي ستيبل. فبرسم، مش برسم جي، لا برسم جي على كي، حيث كده لسه انا مش عارف هو قد ايه يعني. تمام، فبقت ده، تخيل ان هو ده ال، وده الكيرف اللي هيطلع. مش مهم بقيه الكيرف، المهم ان الكيرف ده قطع قبل ناقص واحد وجي وزيرو جي، فده ستيبل طبعا. بس خلي بالك، انا لو كبرت الكي هتبص تلاقي الكيرف ده يكبر بنفس النسبه، ويقعد يكبر يكبر لغايه ما في مره هيروح معدي من هنا، ولو عدى من هنا بقى انستيبل. يبقى انا دلوقتي عندي طريقه سهله وبسيطه عشان اقول لك ممكن الكي اكبره لغايه قد ايه ويفضل ستيبل. اقول لك الطريقه ازاي. بتعرف الاول على النقطه دي اللي هي تقاطع الكيرف مع المحور الريال، وبشوف المسافه اللي من هنا لهنا دي. المسافه دي طبعا اصغر من واحد، مش كده ولا ايه؟ لان دي كلها واحد، فالمسافه دي اصغر من واحد. نعم؟ اكيد اكيد لازم تبقى اقل من واحد يا دكتور. ايوه، مقلوبها بقى بنسميه الجين مارجن كي. ليه؟ لان انا يعني تخيل المسافه دي مثلا كانت، وبعدين تخيل المسافه دي مثلا كانت ربع، معناها ايه؟ معناها ان الجين ده ممكن ازوده لغايه 4 مرات قبل ما اوصل للنقطه ناقص واحد، يبقى الجين اللي عندي اخره 4. فهمت قصدي؟ كده عرفت على طول الجين مارجن كي ام ده هيطلع مقلوب المسافه دي، اللي هي ايه؟ عايز عندك جين 3 ماشي، جين 2 ماشي، 3 ونص ماشي، بس يعني انت على حروفك 4 لا مش ماشي. خدت بالك ان دي بتديني معلومه اكثر ثراء من راوس. راوس بيقول لي ماشي ولا مش ماشي وخلاص، لا ده بيقول لي هو ماشي وتقدر تزود الجين شويه لو عايز، بس لغايه 4، اقل من 4 يكون كويس. ودايما بندي لك يعني بيبقى فيه مارجن يعني، عشان ما ينفعش تبقى على الحروكروك يعني، واخد بالك؟ تعالى بقى، مش عارف ايه اللي بيحسب له النقطه دي اللي بتتحرك دي، مش عارف. في حاجه تانية كمان بنعملها اللي هي النقطه دي، اللي هو تقاطع الكيرف مع الدايره اللي نص قطرها ناقص واحد. كويس، لو انا غيرت الفيز، يعني ايه غيرت الفيز؟ يعني الامبليتيود ثابته، لكن النسبه بين الايماجين والريال بتتغير. فممكن النقطه دي تتزحلق على الدايره لغايه لما تيجي هنا، لو جت هنا بقينا انستيبل، طول ما هي هنا يبقى احنا مش انستيبل، يعني احنا ستيبل. كويس، فبنعمل ايه بقى؟ بجيب خط كده من هنا لغايه التقاطع ده مع النص دايره، الزاويه دي اسمها الفيز مارجن. الزاويه دي مثلا تخيلنا مثلا 30 درجه، معناها ايه؟ معناها انا ممكن اعمل له فيز شيفت لغايه 30 درجه وما عنديش مشكله، اكتر من كده عندي مشكله. فانا عندي معلومتين اهو، اقدر اغير الجين يعني الامبليتيود قد ايه، واقدر اغير الفيز قد ايه لغايه ما ابقى انستيبل.
عندي المارجن، عندي الهامش، اقدر اعرف كل حاجه. مفهوم انا قلت ايه الاول قبل ما اكمل؟ معلش يا دكتور، هو الفيز مارجن الزاوية بتتقاس من الناحية الموجبة من محور بتاع الريال ولا لا، من الناحية السالبة؟ سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا. هي الزاوية بتتقاس، يعني الفيز بتاع النقطة الحمراء اللي قدامك ديت هي فاي، خلي بالك، يعني دي الطريقة بنقيس بيها الزاوية، خلاص؟ فاي ام هي ايه؟ اللي فاضل عشان اوصل باي، فاضل لي قد ايه عشان اوصل باي؟ هي دي اسمها فاي ام، كويس؟ وهي دي اللي تهمني، يعني هو زاويته كام دلوقتي؟ تكون زي ما تكون، فاضل لي قد ايه عشان اوصل باي، ماينس باي الحقيقة، عشان اوصل ماينس باي اللي هي النقطة الخطيرة. تحديدا السؤال ده كويس، يعني بيوضح معنى كده الفرق يا بين دكتور، فاي وفاي ام. يعني الفاي ام يا دكتور كل ما بتزيد كل ما يكون السيستم ده ستيبل، لما بتقل يبقى السيستم ده بيبقى قريب. مظبوط، وعشان كده انت المحاضرة اللي جاية على طول هتاخد ديزاين. يعني ايه ديزاين؟ هتلاقي يجي لك المسألة كالآتي: أنا عايز أصمم سيستم يكون الفيز مارجن بتاعه مثلا 45 درجة، او فيز مارجن يا فاي ام، كويس؟ وانا مدي لك سيستم هيكون الفيز مارجن بتاعته اقل من كده، وهقول لك تعمل ايه عشان تزودها وتبقى 45 درجه مثلا. يعني هتاخد الكلام ده في المحاضره اللي جايه، ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نغير فاي ام او نغير كي ام، كويس؟ ده كله ده المحاضره اللي جايه، ماشي؟ هي واحد، يعني هو ده الموضوع الوحيد بتاعها، اعمل ايه عشان اغير الفاي ام او كي ام، كويس؟ وبتيجي المساله كالاتي: البتاع اللي قدامك ده له جين مارجن مش عاجبني، عايز ازوده، او له فيز مارجن مش عاجبني، عايز ازوده، اعمل ايه؟ فده اللي هشرحه لك المحاضره اللي جايه، بس الاول تبقى فاهم يعني ايه جين مارجن ويعني ايه فيز مارجن، ماشي؟ نفس الكلام اللي في البولار بلوت بيتعمل على البوت بلوت. ده البوت بلوت بتاع السيستم بتاعي، كويس؟ خلي بالك ان النقطة دي الامبليتيود بتاعها ناقص واحد، يعني واحد يعني كامبليتيود يعني، والزاوية ماينس باي، دي النقطة اللي هي الخطيرة اللي عندي، كويس؟ في اللوغاريتم بقى، اللوغاريتم بتاع الواحد ده صفر، كويس؟ فلما تيجي مثلا هنا ادي البوت بلوت، امتى الجين بقى صفر؟ يعني لوغاريتم الجين بقى صفر، يعني الجين يعني الداله بتاعتي بقت واحد، الامبليتيود بتاعها واحد في النقطه دي، يعني ده تقاطع الجين اللي هي لوغاريتم الجين مع المحور الافقي هنا، كويس؟ عند النقطه دي الفيز بتساوي ايه؟ بتساوي المسافه دي، ده التعريف، الفيز مع اوميجا، كويس؟ طب الزاويه دي او المسافه دي فاضل لها قد ايه عشان تبقى ماينس باي؟ مش عارف ليه الرسمه كل شويه بتضيع، لا حول الله، فاضل لها قد ايه عشان تبقى ماينس باي؟ فاضل لها المسافه دي، فده فيز مارجن موجب، كويس. انت عارف لو كان من الناحيه التانيه كنت هبقى زعلان، كنت هقول على السيستم ده انستيبل على طول، كويس؟ ده بالنسبه للفيز مارجن، ازاي امثله على البوت بلوت. طب الجين مارجن، باخد الشيء ده واقول امتى هيبقى الزاويه بتاعته ماينس باي، يعني امتى هيجي هنا، امتى الزاويه بتاعته هتبقى ماينس باي عند الاوميجا دي، اروح طالع واشوف الجين قد ايه، المسافه دي هي دي الجين مارجن، اقدر ازود الجين قد ايه قبل ما اوصل لان الامبليتيود بتاعتي تبقى واحد، يعني اللوغاريتم بتاعها صفر. اوكي يا جماعه، مفهومه الحته دي؟ اوكي يا دكتور. حته تاني. طيب ماشي يا دكتور بعد اذن، اتفضل. واحنا قلنا عليها ليه بوستيف فيز مارجن واحنا اصلا شغالين كله سالب، او ليه اشتغلنا سالب؟ انا حاسس ان انا بحفظ، يعني بحفظ طريقة حل بس، لكن مش فاهم الاساسات. لا ما ينفعش طبعا، لازم تكون فاهم، بس مش عارف قصدك ايه بسالب، مش قادر افهم يعني يعني دلوقتي. اول حاجة احنا مسمينها بوستيف فيز مارجن، تمام؟
هي اصلا في الاتجاه السالب كل حاجه. والبوزيتيف فيز مارجن فين بالظبط؟ هل هي دي هو معلمني عليها هنا اهو في النص، ولا يعني مش عارف انا لا لا هقول لك اهو، بس مش عارف ليه البتاع كل شويه عمال تضيع. مش المسافه دي، مش هو ده الجين في اللحظه دي؟ ومش الجين ده اقل من الواحد؟ رد تمام عليا، تمام يبقى اللوغاريتم بتاعه ايه؟ صفر طيب هذه النقطه. تمام هنا بقى لما اجي اقسم البتاع ده عند يعني، طب النقطه الخضراء دي الفيس بتاعها كام؟ ماينس باي، مش كده ولا ايه؟ يعني النقطه الفيس بتاعها تمام ماينس، تمام النقطه تمام الخضراء دي مش كده؟ طب تمام ادي الفيس اهي قدامك، جميل قطعت الخط ماينس باي عند اوميجا معينه، اطلع فوق واشوف الامبليتيود كام، الاقي الامبليتيود لوغاريتم الامبليتيود سالب، تمام معناها ان الامبليتيود اقل من واحد، تمام يبقى احنا كويسين الحمد لله. لو كانت الامبليتيود واحد او اكبر هخاف. تمام هل فهمت الحته دي؟ تمام فهمت دي طيب هزود لك حاجه كمان. لو جيت قلت لك ساعتها ايه؟ طب انا محتاج ازود احط جين قد ايه؟ انت عارف ان انا لما ازود الجين يعني هضرب جي في ثابت، ففي اللوغاريتم كاني بزود ثابت، بزود ثابت يعني الكيرف اللي قدامي ده لو انا كنت هرفعه لفوق بمقدار ثابت كويس، فانت تبص لها كده. فانا في السؤال مش هقول لك فيز مارجن بتاع، هقول لك كي ممكن تبقى كام، او ازود كي قد ايه عشان اوصل انه يبقى انستيبل. فهتقول لي انا والله الكيرف ده لو طلعته لفوق مسافه قدرها مسافه معينه يعني باينه من الرسم، يبقى ساعتها هيبقى دخلنا في نقطه الخطر باينه من تمام الرسم. لو كانت نقطة الخطر اللي هي سالب واحد وصفر على طول معانا على طول على تمام طول كويس، دورها بقى من ناحيه الفيز مارجن كويس. دلوقتي النقطه الحمراء دي نقطة موجودة على دايرة نص قطرها واحد، يعني النقطة دي مخيفة شوية، لأن أنا إيه لو غيرت، لو ثبت الأمبليتيود وغيرت الفيز هثبت الأمبليتيود بتاع النقطة الحمراء دي وغير بس الفيز أخليه يتأخر أكتر عن كده. طبعا هو كل ما أقدم الفيز مفيش مشكلة، أأخر الفيز دايما بيبقى فيها مشكلة. هأخر الفيز يعني إيه؟ طالما الأمبليتيود ثابتة وعمال أأخر الفيز يبقى النقطة الحمراء دي عمالة تتدحرج على الدايرة في اتجاه النقطة الخطر كويس. عندي زاويه قد ايه قبل ما اوصل لها؟ دي اللي اسمها الفيز مارجن، ده على الرسمه في البولار بلوت. طب تعال نشوف الكلام ده على الرسمه بتاعه البوت بلوت. النقطه دي الامبليتيود بتاعها بكام؟ الحمراء دي الامبليتيود بتاعها جعلك بكام؟ لوج لا جعلك يعني امبليتيود بيساوي واحد، قصدي يعني دي الدايره بتاعت اللي نص قطرها واحد، الامبليتيود بتاعها بواحد مش كده؟ تمام يبقى اللوغاريتم بتاع الواحد كام؟ صفر جميل. فباجي عند الامبليتيود كده واشوف الكيرف ده قطع الصفر امتى هنا؟ عند الفريكوانسي دي انزل واشوف الفيز قد ايه؟ ادي الفيز دي اللي هي الفاي، المسافه دي كان حيت اكتبها لك، المسافه دي تمثل فاي كويس؟ الفيز تمام. طب الفيز دي الفاي دي فاضل لها قد ايه عشان تبقى ماينس باي؟ فاضل لها الباقي اللي هو المسافه دي اللي اسمها فاي. بس ادي كل القصه. بس المفروض الفاي بتتقاس اصلا من انا من محور ال ليه بقول طبعا فاضل لها؟ ما بص زي دلوقتي هنا المحور، بص انا بقيسها من الجزء من اتجاه الموجب للريال كويس؟ تمام فهمت الفاي فباجي من هنا كده واقول قيس الفاي ديت تطلع مثلا ناقص 120 درجه ماشي؟ يعني بالمنظر بالشبه كده مثلا ناقص 120 درجه تمام؟ طب الناقص 120 درجه دي فاضل لها قد ايه عشان تبقى ناقص 180؟ يبقى الستين الباقي بس ناقص بنقولهم 60، لا يعني بنقولها 60 موجب يعني اتعودنا على كده، يعني نقول فاضل لها 60 درجه كمان بالسالب طبعا، بس بنقول عليها 60 يعني ما بنقولش عليها ناقص 60 الحقيقه، يعني جرى العرف تسميتها كده فيز مارجن الهامش عندك لغايه 60 درجه كمان قبل ما نقول لك ان عندي
يعني البوزيتيف فيز مارجن ده كماجنتيود بس. ايوه تمام هامش يعني تمام ماشي كده. شكرا. هو تقريبا يعني ما فيش طبعا ريلاتيف ستابيليتي ده موضوع مش هتكلم فيه بقى، شوف انت يعني موضوع بسيط يعني مش مستاهل يعني. انا كده يعني ايه شرحت لك الفكره بتاعت الجين مارجن والفيز مارجن مفهومهم عباره عن ايه وازاي امثلهم سواء على بولار بلوت، نروح للي قبله، امثلهم سواء على بولار بلوت ولا على بوت بلوت، ازاي امثل ده وازاي امثل ده. ممكن في الامتحان هجيب لك مثلا ترانسفير فانكشن ما، خلي بالك سواء البولر ولا البود للاوبن لوب ترانسفير فانكشن مش كلوز لوب، خلي بالك للاوبن لوب ترانسفير فانكشن وبس، تنتج منها اذا كانت كلوزد لوب ترانسفير فانكشن ستيبل ولا لا. الحته دي طلبه كتير بتتلخبط فيها. احنا بنشتغل على مين فيهم؟ انا بشتغل على الاوبن لوب بستنتج منها معلومه تخص الكلوز لوب اللي هي في الحقيقه هي اللي تهمني، مش الاوبن لوب هو اللي يهمني. تمام؟ طيب المحاضره اللي جايه بس هقول لك نعمل يعني السيستم اللي عندي اقدر اركب عليه كومبوننت اضافي يزود لي الجين او يزود لي الفيز او يزود لي الاثنين. كويس؟ الكومبوننت ده هعمل له انا ديزاين، يعني هشوف يعني الخصائص بتاعته تبقى ازاي عشان اوصل في الاخر للجين والفيز اللي انا عايزه. بس هو ده الديزاين. هزود الكومبوننت ده اسمه كومبنسيتور. فالمحاضره اللي جايه اسمها كومبنسيتور ديزاين. ازاي اجيب هو احتمال يكون السيستم اصلا انستيبل، فانا هروح حاطط له كومبنسيتور يغير من الترانسفير فانكشن بتاعته علشان تبقى ستيبل. فطبعا او ممكن يكون ستيبل بس على الخروكروك، فانا عايز ازود المارجن بتاعه. في جميع الاحوال بتبقى مساله كومبنسيتور، بجيب كومبنسيتور احطه ويتصرف. احد انواع الكومبنسيتورز اللي هو البي اي دي اللي انت المفروض بتشتغل بيه في المشاريع بتاعتك، بس ده احد الانواع. في انواع بس ثانيه الحاجات دي كلها يا فندم. بعد اذن حضرتك سؤال، بالنسبه للواحد على كي ام اللي هي الفيز مارجن، حضرتك دلوقتي بتقول انا بميل ان انا ازودها ولا بميل ان انا انقصها؟ المفروض انا بميل ان انا انقصها صح؟ بالنسبه سواء طبعا للكي ام والفيز ام. انا عايز انقصها، يعني انا عايز يعني عايز اقول ايه، قيمه الكي ام ازودها، يعني واحد على كي ام انقصها. ما اعرفش هل الكلام ده وصلت ولا لا. تمام، علشان ما اوصلش للنقطه اللي هي سالب 1 و0. كل ده جميل. تمام. بس انا اللي انا بعرفه لك دلوقتي هو المارجن قد ايه، يعني ممكن ازودها لغايه كام، ده اسمه المارجن. فانا ممكن اجيب لك سيستم مثلا المارجن بتاعه 1.5، ده ما فيش، ده يعني خلاص فاضل له حاجه صغيره قوي ويوصل لنقطه ناقص واحد. كويس؟ اقول لك لا انا عايز المارجن يبقى 3، يبقى هعمل ايه ساعتها؟ المفروض هقلل الجين، خد بالك مثلا يعني. طب هل في قانون بيربط بين الكي ام والفاي ام ولا مفيش؟ هو نعرفها لا بالشكل البياني لا ونعرف لا العلاقة بينهم. لا ما لا ما فيش حاجه بتربط بين الاثنين، لا. تمام. بس احنا بيبقى محتاجين نحقق الاثنين، عشان كده الكومبنسيتور دايما بيبقى فيه اثنين بارامترز اقدر اغيرهم، يعني اقدر اغير ده واقدر يعني بحيث احقق الاثنين. يعني هبقى عايز احقق ان الجين مارجن له قيمه معينه او الفيز مارجن له قيمه معينه، ده كمهندس ببقى عايز احقق الاثنين. كمساله في الامتحان عشان ما ناخدش وقت كبير غالبا بقول لك حقق واحده، مش مهم التانية تطلع زي ما تطلع، غالبا بتبقى كده. مش عشان حاجه يعني، ده مش الهندسه الحقيقه، مش كده الهندسه. انا عندي اثنين بارامترز بظبطهم عشان احقق ده، انا ساعات بيبقى عندي ثلاثه بارامترز كمان عشان احقق هدف ثالث، الا وهو الايرور. هيجي يقول لك انا عايز الايرور ما يزيدش عن كذا، فدي كلها اهداف، فما تقدرش تحقق الاهداف كلها ببارامتر واحد، فبتقعد تغير البارامترز عشان تحقق الاهداف كلها. ده كمهندس غالبا بتبقى عايز تحقق ثلاث اهداف حقيقه يعني. وعشان كده البي اي دي فيه ثلاثه بارامترز، انت عارف الحكايه دي. اوكي. لكن لما بجيب لك مساله في امتحان مش معقول بقى هقعد اقول لك حقق كل حاجه في الدنيا، يعني مش كده يعني.
بقول لك يعني حاجة تكون قابلة إنها تتحل في زمن مناسب. وطبعا بقعد اختار المسألة بحيث انه لما بنحقق المطلوب في المسألة الباقي بيبقى اوكي يعني، يعني مش هيبقى انستيبل بقى من ناحية تانية يعني. مش هظبط الجين مارجن عشان الفيز مارجن يضرب معايا، لا يعني، يعني انا بختار المسألة بحيث تبقى يعني ما تعملش مشكلة، بس ده عشان بتكلم في مسألة في الامتحان. انما كمهندس انت لازم تتأكد ان جميع المارجن سليمة وان الايرور كمان مش كبير. الثلاث حاجات دول ده شغلة المهندس لما بيجي يحط كنترول سيستم، وده الهدف مننا من هذا الكورس كله على بعضه. إذا الكورس كله على بعضه أنت عندك سيستم، أولا إزاي تتعرف عليه، ده كانت المحاضرة اللي فاتت، إزاي أعرف خصائصه عاملة إزاي، الفريكونسي ريسبونس بتاعه عامل إزاي، وبناء عليه إزاي أصمم حاجة تنضاف عليه. يعني في الأول لو كان هو سليم خلاص سليم، لكن لو في يعني مش محقق الاهداف بتاعتي، يبقى ازاي اصمم كومبنسيتور عشان لما احطه يقوم يحقق الاهداف بتاعتي. ده الهدف من الكورس الحقيقه، في شكل يعني المحاضره اللي جايه تعتبر هي الهدف من الكورس. بس طبعا لما اجي اقول لك هغير بارامتر ده وده مش عارف ايه، مفروض اقول لك خلي بالك لما ازود الشيء الفلاني ده هيزود الجين مارجن، ما تقعدش تقول لي ساعتها يعني ايه جين مارجن. يعني تبقى عارف اه فعلا اه لان انت بتقول عليه دكتور ده مظبوط، لو غيرت البارامتر الفلاني هيزود الجين مارجن متشكل ايه. يعني دي المفروض يعني وده اللي مطلوب بس منك يعني. طب معلش يا دكتور، ممكن طلبينا دكتور اتفضل. كنا محتاجين بس المعيدين يعني يدونا سيكشن نحل مسائل اكتر في الجزء في المحاضره دي وعلى المحاضره اللي فاتت، سواء في الرسم او في الجزء ده يعني المفروض ان مارجن ده عشان آه لا لا كذا تمام حاجة تمام. المفروض ان المحاضرة السكاشن بتاعت الاسبوع ده اللي هي تقريبا هتبقى يوم الخميس هتبقى عن الجزء اللي فات اللي هو المحاضرة اللي فاتت، ازاي نرسم البوت بلوت والبولار بلوت. والسكشن بتاع الاسبوع اللي بعد العيد اللي هو اصلا ما كانش عندك سكشن، بس يمكن انت ما كنتش موجود ساعة نوت الكلام ده، انا اتفقت مع المعيد انه يتصرف ويدي لك سكشن الاسبوع الجاي. يا اما هيطلب من المعيد الاخر، ما انت بتبدله ما بين مادتين، ان هو يسيبها له، يا اما لو ما كانش ينفع يبقى هيديكوا سيكشن اضافي. طلبت منه كده وقال لي اوكي، وممكن السيكشن الاضافي يبقى اونلاين مثلا مش مشكله يعني. هو لو هيكون اونلاين زي السكشن اللي هو كان قبل الميد تيرم فهيبقى حاجه كويسه يعني يا دكتور. خلاص ماشي خليها اونلاين، بس خلينا نجرب الاول نديها لكم يعني يتفق مع المعيد التاني. انا قلت له كده، لو المعيد التاني قال لك لا مش هينفع خلاص اديها له. يعني في جميع الاحوال الاسبوع اللي بعد العيد هتعرف هتاخد مسائل على الحاجات اللي انت بنقولها النهارده اللي قلناها النهارده، ده في جميع الاحوال. تمام يا دكتور. السؤال بقى الطلب التاني بقى بالنسبة للمسألة بتاعت الامتحان اللي انت حليتها في المحاضرة اللي فاتت، ايوه في جزئية بس في الأول في الكي، أنا الكي يعني في السلايدز الكي ليها قيمة، لكن في المسألة انت حضرتك الكي ما كانش ليها قيمة، يعني ممكن بس انا افتحها بس بص بص بنتكلم على كويز ولا لا ميد ترم؟ الفاينل الفاينل. اه طيب ادي الفاينل، يا ربي راح فين الفاينل، نجيب الفاينل سولفد وخلاص. ماشي بنتكلم على اي واحده فيهم، اي مساله فيهم؟ ايوه اللي هو لا كويستشن رقم 3 يا دكتور. رقم 3 ايوه ايوه هي دي يا دكتور. ايوه انا فاهم قصدك. بص بقى عشان اعرف الجين ده على فكره بيختلف تعريفه حسب هعمل بيه ايه. فينا في المساله ديت لازم تبقى اي حاجه زائد واحد، ما ينفعش يعني. فانا هنا عشان اعرف الجين يبقى لازم اخد 16 في 50 ان هما الاثنين في المقام مضروب مشترك واقسم 900 عليهم، معرفش يطلع كام، يطلع زي ما يطلع. تعالى ما نحسبها كده سوا، نفتح اي اكسل.
يساوي 900 على 16 في 50. الجين هنا لا كده في حاجة غلط. طبعا 16 في 50 لازم تبقى بين قوسين. انا احسبها لك يا دكتور، هي 900، انا معايا الآلة هنا ممكن احسبها واحد وربع، واحد وتمن. طلعت واحد وتمن كويس. واحد وتمن دي يعني اللوغاريتم بتاعها تقريبا صفر، مش بالظبط، تقريبا صفر، مش كده ولا ايه؟ هتلاقي الخط هنا فوق الصفر مفيش، زي ما بيقولوا في المسلسلات هبابي. دي كلمة صعيدي دي عند دكتور. في المسلسل بتاع الكبير قوي انا بشوفه الحقيقة دمه خفيف. فوق الواحد فوق الصفر هبابي. هي الحقيقة هي 20 لوغاريتم واحد وتمن، لما تيجي تحسبها هيطلع رقم صغير قوي يعني، بس مش صفر. الخط تلاقيه فوق الصفر مفيش، يعني مفيش خالص. إذا يعني كان انا بس باخد، يبقى دي الإجابة على السؤال. يعني انا دلوقتي يا دكتور باخد من تحت 16 وعلى 50، ده عامل مشترك. المهم إنها تبقى زائد واحد في الآخر. عارف ليه؟ هقول لك ليه برضه عشان تبقى فاهم معايا. هو إيه تعريف الاستاتيك جين؟ الاستاتيك جين ده الحاجة اللي يعني لما نوصل ستيدي ستيت، يعني مفيش أي تفاضل نسبة الزمن، يعني مفيش اس، هيبقى نسبة الاوتبوت على الانبوت كام؟ مفيش اس يعني لو خلينا الاسات كلها بصفر. كويس؟ عشان كده عايز الحاجة اللي مفيهاش اس تبقى واحد. يعني البسط 2 اس زائد واحد، خلاص مش هعمل فيها حاجة دي. المقام في عندي هنا 16 وعندي 50. فلو خدت 16 و50 مضروب مشترك وقسمت بقى طبعا 900 عليهم، الحاجه اللي هتطلع لو حطيت فيها اس بصفر تبقى واحد، يعني ما لهاش دور. ويعني ايه اس بصفر؟ يعني ما فيش تفاضل مع الزمن. يعني ايه؟ يعني وصلت ستيدي ستيت، ده المقصود. بيسموها يعني ساعتها الاستاتيك جين. كويس؟ الاستاتيك جين في الحاله دي طلع واحد وتمن، حاجه تعبانه خالص. ال 20 لوج بتاعه ما اعرفش احسبه انت، يعني يطلع حاجه صغيره. يعني انا دكتور للتسهيل علي اعتبر ان اعوض عن الاس بزيرو واخد مثلا مثلا واخد مثلا القيم اللي باقيه دي، وتبقى دي عندي الجين. مظبوط صح مظبوط تمام يا دكتور تمام. هو ده. اصلا انا شفتها في السلايدز ليها قيمه بس ما حسيتهاش هنا لما بصيت للحل يعني. تمام يا دكتور، شكرا لك يا دكتور. اللوغاريتم للأساس 10 يعني. أحسب 20 لوغاريتم للأساس 10 بتاع الواحد وتمن ده يطلع 1.2%، يعني مفيش خالص. ده اللي هي يعني الشعرة دي. يعني 1.2% يعني واحد، يعني أقصد الكلام. فزي ما أنت شايف أدي الزيرو وأدي العشرة، فالواحد هو واضح إن أنا رسمتها على هذا الأساس يعني. هو المفروض يا دكتور المعيد هيحل معانا بقى في السكشن مسائل زي دي كده. هيحل المسائل اللي في الشيت اللي فيها حاجات مختلفة يعني، بس يعني انا هطلب منه انه يحل مسألة زي مسألة الامتحان اذا حبيت يعني. يا ريت يا دكتور بس عشان نمشي معاه ستيب باي ستيب يعني. بس عايز اقول لك مسألة الامتحان دي يعني ما دام قلتها لك غالبا هجيب لك واحدة ثانية يعني، مش هجيب لك نفس المسألة دي. انا عارف فالشيء في مسائل اخرى على نفس الموضوع على نفس المنوال، يعني في مسائل اخرى على نفس المنوال. يا ريت حضرتك برضه يا دكتور لو تعمل يعني زي نفس انظمه الاسئله دي كتيره، يعني الشيت يبقى على نمطها. هو ما فيش شيت على نمطها، احنا كده كده هنحل الشيت تمام، بس لو في على الاقل شيت يلم الحاجات دي، الاسئله اللي تبقى على نمطها في الفاينل، بحيث ندرب نفسنا لو امكن. لو امكن يعني بص، لا انا ما عنديش مانع طبعا، بس انا بس عايز اوضح لك حاجه. اتفضل. الشيت ما اتحط كان مفروض ان هو بيلم افكار كتير. ما فيش في الدنيا شيت حاجه.
اجيب جميع الافكار ده شيء مستحيل. انا بقى في الامتحان ببقى دايما بموت نفسي عشان اجيب فكره جديده يعني، واخد بالك؟ فما اقدرش يعني، يعني ما ببقاش عارف يعني، ما اقدرش اقول لك انا انا هعمل لك قائمه بجميع الافكار اللي في الدنيا. يعني اهم حاجه نكون فاهمين المحاضره وان شاء الله الاسئله واضحه. فاهم المحاضره وفاهم المسائل اللي في الشيت، المفروض ده تساعدك انك تفهم مساله مختلفه، مساله جديده. وما عنديش مانع لو حبيته نعمل في مره كده قاعده يعني اونلاين نشوف فيها مسائل اخرى، نشوف فيها بالضبط. امتحان، انزل لكم امتحانين ولا حاجه يكونوا مش بتوعي يعني، اجيبهم من على النت، انزلهم من على النت، بحيث ان انا يعني ايه ابقى ادي لك افكار اخرى. ما عنديش مانع اذا كل حاجة حبيت. جميلة تمام. ماشي، يا ريت والله يا دكتور، لان هو التمارين اللي احنا يعني الافكار دي كلها احنا عارفين ان هي مش هتيجي في الامتحان، بس هتخلي فكر الواحد اسرع في الامتحان يعني، ما مظبوط تعطلش كتير. مظبوط مظبوط. احنا رحنا فين؟ تمام. هم 5 طلبة بس الحمد لله. ايمن رفع ايده. لا دي بالغلط، دي يا دكتور دي بالغلط، دوست عليها طيب بالغلط، ما يجراش. خلصت كل أسئلتي. طيب خلاص ما يجراش حاجة. اتمنى بس يعني، يعني دلوقتي انتوا 5 يعني، انا ما يعني اهلا وسهلا طبعا، بس الدفعة فوق 200، الباقيين فين؟ مش عارف. لو بيتفرجوا على التسجيل خلاص خير وبركة، لكن لو كانوا هم واخدين قرار ان هم يعني ايه المادة دي هيذاكروها ليلة الامتحان لا اكيد يعني. بنتفرج على التسجيل يا دكتور، دي حاجه احب اكدها لحضرتك يعني، حتى طيب بنتفرج على التسجيل كده كده اصلا حتى لو حاضرين المحاضره، ف ده شيء طيب اساسي يعني. لا طبعا خلاص، المرة الجاية بقى هبقى يعني هبقى عايز اطلع في التسجيل يعني، تشوفوني كده اللايف يعني. ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. طيب اذا في اسئلة تانية دكتور في نقطة متنسوش. بس بعد إذنك، اتفضل. هو بالنسبة لإن إحنا بعد الميد تيرم مش فاهمين بس موضوع السكاشن هيبقى أونلاين ولا في الكلية، لأن في لخبطة كتير في الموضوع ده، وكلمت أحمد صلاح هو بيقول لي تقريبا هتبقى أونلاين، بس لو في حاجة جديدة هيعرفني، فعايزين نتأكد بس الموضوع ده بس. لا هو احمد صلاح ما قاليش كده، احمد صلاح انا كنت معاه على التليفون قبل الفطار على طول، كان بيكلمني عن السكاشن بتتم في الكليه، كانت فكره السكشن الاونلاين ده لو ما قدرناش نوفر سكشن اضافي في الكليه هنعمله اونلاين، لو ما قدرناش. فده اللي انا ده انا طلبته منه اصلا يعني، هو ما كانش في ذهنه هذا، كان بيقول لي هحاول المعيد التاني اقول له فوت لي سكشن، قلت له والله لو ما رضيش اعمله اونلاين بس، ده اللي اعرفه. فهل هو اصلا السكشن كانت اونلاين؟ دي بقى انا ما كنتش اعرف، ولو كانت اصلا طب هيستاذن ليه؟ طب ما يعمله في اي ميعاد هو عايزه يعني. يعني دي حاجه برضو غريبه شويه. وهو المعيد التاني 90% مش هيرضى، خلينا صراحه يعني، هو عنده برضو سكشن وعايز يخلص مادته يعني، فغالبا هترسي على سيكشن اضافي اونلاين غالبا. يعني احنا يا دكتور اساسي عندنا الكلية خميس وخميس لا صح؟ مظبوط. لا بالنسبه للسكاشن كل خميس بس، يعني استنى هو قال لي كل خميس بيعمل السكاشن كلها، مش فاهم ازاي. كل خميس، لا مش كل، صح، في خميس بيعمل السكاشن كلها وخميس تاني ما يعملش ولا سكشن. ايوه كده صح. ايوه، ومفروض ان الخميس اللي هو بعد 3 ايام ده عندك سكشن، كل الدفعه عندها سكشن اللي هو كماله البولا بلوت والحاجات دي. تمام يا دكتور. وبرضو اتكلمت مع احمد حافظ على الفطار كده بعد الفطار على طول بخصوص المشاريع، وقال لي الموقف يعني هو مش مستحيل نخلص بس العملية محتاجة تركيز يعني.
قلت له ان انا هخيركم، انتوا عندكم 3 اسابيع بعد العيد، واحد فيهم هنعمل فيه او يعني محتاجين نعمل فيهم امتحان، محتاجين نسلم المشاريع. عايزين تعملوهم كلهم اخر اسبوع، انتوا احرار، بس ده يعني لعب بالنار. عايزين تعملوا واحد في الاسبوع الاخير، واحد الاسبوع اللي قبله، اللي انتوا عايزين، بس خلوا بالكم في حاجة انا مش هتكلم فيها بعد يوم 30، اللي هي يعني بعد بداية امتحانات اخر السنة، مش هيتعمل اي امتحان ولا اي مشروع هيتسلم. خلاص ده هيبقى ديدلاين، اللي هو الديد يعني ديد يعني ديد يعني. بالنسبة يا دكتور للامتحان الكويز، ممكن يبقى اونلاين برضو ولا هيبقى في الكلية؟ لا هي في الكلية، ما احنا شفنا الاونلاين ومشاكله. ده انا اصلا يعني معلش بقى، يعني مش عايز اتكلم، بس يعني كان في كلام جامد بيني وبين الناس بتوع الاونلاين، وقالوا لي لا ده احنا هنعمل ايه، ده اصل مش عارف الايه اللي قطع والنور قطع وقصص كده. طب احنا مالنا بقى مال الكلام ده؟ يعني احنا ما بنقدرش نوفر 100 ميعاد، يعني لو في ميعاد قدرنا نوفره مش هينفع نقول لا يا جماعه سوري خليه بكره، مش هينفع يعني. فهيبقى في الكليه عادي جدا، وهنعمل الاثنين مع بعض، الكويز الثاني مع الميد ترم التعويضي، علشان مش هنعرف نلمكم 100 مره، هنلمكم مره ونعمل الاثنين مع بعض. طب يا دكتور، ممكن يبقى مثلا في نفس ميعاد السكشن بحيث ان كله يبقى موجود، بس اللي هو يوم الخميس؟ لا ده انتوا اللي هتقولوا لي الميعاد اللي يناسبكم. ما عنديش بس خلي بالك، انا الاول هروح اشوف المدرجات الفاضيه. لازم اروح في هيئه في الكليه بيبقى عندها قائمه بالمدرجات الفاضيه. اقول لهم ايه المدرجات الفاضيه مثلا خلال اخر اسبوعين من السنه، يدوني قائمه المدرجات الفاضيه. ساعتها اقول لكم عندنا يا مثلا يوم الاربع الساعه واحده، يا يوم الخميس الساعه اتنين، يعني وهكذا. بس مش هينفع ميعاد السكشن، لان يعني في نص هيبقى موجود ونص التاني مش موجود، فيعني مش هينفع يعني. الا انه لا يا دكتور، نقدم مع بعض ايوه في نفس المعين. لا انتوا عندكم 4 سكاشن، في سكشنين بياخدوا الفتره، في سكشنين بياخدوا الفتره اللي بعدها. انا عايز الامتحان بقى، مش هعمل امتحانين بقى، يعني هو امتحان واحد للدفعه كلها. هو ينفع لو انتوا قلتوا كده، يعني ينفع لو الطلبة كلها وافقت انها تيجي في الميعاد، في ميعاد واحد ايا كان هذا الميعاد، ما عنديش مانع طبعا، بشرط ان يكون في مدرج فاضي. فدي طب يعني ده يعني واجب عليا ان انا اروح الكلية، بس مش هقدر اروح الثلاثة عشان عندي شغل، يعني مش هيبقى عندي وقت. يوم الاربع ربنا بس ان شاء الله الاقي حد ويرد عليا يقول لي ايه المدرجات الفاضيه، واديكم القائمه دي واقول لكم اختاروا في المواعيد دي. تمام. ما يبقى والله نفضل يا دكتور، يعني لا بدل نزول والفرهده وكده. لا 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 ما احنا شفنا الاونلاين مشاكل، وعلى فكره الترم اللي فات برضو اول كويز كان اونلاين، وبعد كده قررت ان يعني حصل فيه بلاوي، فقررت انه مش هيبقى المره دي، قلنا نجرب ما يجراش حاجه حصل، يعني احتمال المشاكل فيه عالي. ترمين ورا بعض اهو الكويز الاولاني حصل فيه مشاكل، فيعني ما معلش يعني الموضوع الاونلاين ده يعني ما في المحاضره ماشي، سيكشن ماشي، بس مش امتحان، حاجه كريتيكال يعني، امتحان ده حاجه كريتيكال، مش عايز اعمل امتحان اونلاين. يعني كنت حضرتك قلت يا دكتور الامتحان الاونلاين وجاب فيه درجة حلوة مش لازم يخش الكويز التاني، مش ده مظبوط؟ يعني بمعنى أصح الجملة دي مش دقيقة، هاخد أفضل الدرجتين، يعني أخش الكويز التاني حتى لو أنا حضرت الأول وجيبه قفلته أقول لك هاخد بتاع أفضل، الأونلاين؟ هاخد أفضل الدرجتين. أنت بقى يعني منطقيا كده الكويز التاني هيبقى تقريبا على المنهج كله، تمام أنت مش تخشه عشان تتمرن. لو تمام جيت افرض انك انت في الدرجه في امتحان الكويز الاولاني جبت 4 من 5 مثلا، افترض يعني، افترض يعني كويس، هتقول لي طب انا مش ضروري اخش الكويز التاني. اقول لك ليه ما تخش اتمرن، افرض خدت 2 من 5 ما انتش خسران حاجه،
هتحسب لك تمام أرباح. اكيد طبعا. واخد بس انا بالك؟ من المنصورة بس حضرتك، مفيش يعني تقول لو لي كنت في خش الكلية استعمل. في اللي انا مش ناس عاجبني مش من القاهرة بس، فانا ممكن اجي الكلية بقى مخصوص علشان الكويز، بس هي دي المشكلة. دي بقى اختيارك بقى، تمام انت تمام كل واحد له اولوياته في الحياه يعني. انا بس انا بشكرك. بقول لك حضورك لهذا الامتحان مفيد، تجربه تمرين. تمام مش عارف. تمام كده يا دكتور، نستنى من حضرتك الميعاد. يعني يا رب بس يعني يردوا عليا قبل العيد يا رب. اوكي طيب، شكرا يا جماعة وإلى اللقاء. شكرا شكرا يا دكتور.